طيب هنروح لبطوله الاسكواش اللي بتلعب في انجلترا دلوقتي، او بطوله علام الاسكواش اللي بتلعب في انجلترا. ثلاثي طبعا مصر للاسف لم يوفق في نادين شاهين ومصطفى عسل ويوسف سليمان، لعيبه النادي الاهلي ما توفقوش في البطوله، قدموا بطوله قويه ومستوى مميز في البطوله، وصلوا لغايه دور الثمانيه. وعلى فكره البطوله بتتلعب من 16 22 اللي احنا فيه، مجموع جوائزها 175,000 دولار. لعبتنا كان حظهم وحش طبعا، وقعوا مع ابطال في القرعه، فلو شفنا نادين شاهين هنلاقيها وقعت قدام نور الشربيني بطله العالم والمصنفه الاولى عالميا، وخسرت نتيجه 3-0. رحنا لمصطفى عسل هنلاقيه خسر من بطل العالم والمصنف الثاني عالميا علي فرج بنتيجه 3-2، برضه خسر بصعوبه جدا. وفي لقاء ماراثوني قعد 79 دقيقه، اما يوسف سليمان فعمل مفاجاه كبيره بوصوله للدور ده بعد ما قابل في وشه طبعا محمد الشرباجي وصيف بطل العالم والمصنف الاول عالميا، وخسر بنتيجه 3-2 برضه في ماتش قوي جدا استمر ل 66 دقيقه. كنت طبعا لعبتنا بيقدموا مستوى متميز، وبكده نكون خلصنا اخبارنا جوه النادي الاهلي.